يا هلا ومرحبا فيكم في حلقه جديده من دي برنامج رايكم شباب تعودنا نتواصل معاكم في هذه الساعه المتواصله انا اليوم معي زميلي صالح مساء الخير مساء الخير زميلي احمد زميلي شو اخبارك؟ زميلي شو اخبارك؟ طيب الله يسلمك حبيبي على راسي صاير تان؟ اي <تصار> صاير كبوس راح <تصار> <تصار> اشيله ترى عادي ليش وليش انت تشيك ترى؟ <تصار> <تصار> فرط <هفرات> سحر هذه عشان زين اعرف اسوي عاد ما الحين حتى راح يطلع الارنب إيه ارانب الكواميس لا بس ستايلش بعد راسي الله يتمم علينا هالسعاده الله, على إنها السعادة الله وهالطاقه الايجابيه واحنا معاكم في رايكم شباب من الساعه 5 للساعه 6 انا وزميلي احمد كل زملائنا خلاص <applause> اليوم <applause> اللازمة زميلي اي عاد اقول لك على شيء عاد انا ب... انا ما أضغط. اعرف اضغط هذا انا عندي. ما ضغطتك يكون لا قصدي ما اقول لك زميلي يعني يعني أي. حتى ما ادري اذا هي ضغطه ولا لا شوف <applause> اريد <applause> ما ادري اذا قاعد اضغط يعني ولا لا بس لا خلاص احنا احنا زملاء اكيد زملاء اليوم راح نكون معاكم في رايكم شباب على الهواء مباشرة. أكيد، اليوم زملائنا في الهاشتاج قرروا أن يخلون عن الزملاء الآخرين يدرسون في الكافيهات ويقررون أن هذه فترة الدراسة الحين الاختبارات الله يوفق الجميع في كل المراحل الدراسية وإن شاء الله تحققون كل اللي تتمنونه وتحصدون الشهادة بإذن الله تعالى وتتخرجون، ولكن اليوم الهاشتاج راح يكون عن الدراسة في الكافيهات وهو فعلا شفنا هذا الموضوع بشكل كبير متزايد في كل الكافيهات قاعد نشوفهم شباب أو بنات قاعد يدرسون هناك، هل هذا الجو مناسب رأيك؟ ان الناس تدرس في حلو الكافي. يعني هاشتاج الحلقه دراسه الكافيه أيه؟ هذا هو موضوع الحلقه في ان ليش ناس وايد او شباب وايد يحبون انهم يدرسون في الكافيهات تدري انا اول ما قريت الموضوع لما قالوا لي دراسه الكافيه شو راح بالي بما ان احنا موضوع الدراسه انتهى من حياتنا منذ مده انت انتهى ولا ما انتهى من زمان تخرج مزمانة. ما تدري انت لا مو مركز أنا لا ما تخرج مستحيل يكون تخرج من مستحيل ما سويت لحن لان في في امور لازم ان شاء الله تخلص إيه ما شفنا المظاهر الاحتفال ولا شفت مظاهر السعاده انا للحين السعاده انا اشوفك يا صالح بعد راسي الله لا. يسلمك بس سعاده النجاح والتخرج انا اعتقد في في بس أخرى. هي في مشكله بسيطه بس ان شاء الله تنحل ان شاء الله ونسوي الاحتفالات والطقوس الله يسلمك ان شاء الله الله يسهل عليك يا رب ونقول مبروك حق كل اللي تخرجوا خصوصا نحن الحين يعني الطلبه والطالبات قاعد يشوفوا فتره امتحانات اول ما شف هاشتاج الحلقه دراسه الكافيه شنو على بالي؟ على بالي ان الشاب او الشابه اذا حابه انها هي تبطل كافيه تسوي ش... له دراسه. يا... يا... أنت حتى لان هذا دليل على شنو؟ على المشاريع اللي عندك الفكر الاقتصادي الفكر التجاري والتجاري. صحيح. فبعدين لا عرفت ان موضوع الحلقه إن شنو رايكم في الطلبه او الطالبات اللي يدرسون في الكافيه؟ انا عن نفسي عمري ما ادرس في كافيه لأن بالنسبه لي الكافيه مهما كان هادي الا بيكون شوي مزعج. مم. اوكي ممكن أقرف في كافيه بس اني ادرس حق امتحان لا ولكن انا اشوف ان هذه حريه شخصيه وخصوصا ان كل شاب او شابه او طالب او طالبه عنده طقوسه المعينه في الدراسه. صح. انا واحد ما كنت احب ادرس بغرفه النوم، لي انعس بحس بنام. صح احب مثلا ادرس في الصاله، احب لما اسمع كنت احوس مم. يعني كذي مثلا ضيفنا مدرب التنميه البشريه سعود الفرحان كذي بصوتي عالي يعني مم. عشان فكل واحد طقوسه تختلف. تدري يعني مشيت وسولفت؟ يروح ما حفظ يطير إيه انا ك انا طقوسي بطاوله الطعام تخيل؟ آه. اي أيوة والله طاوله هي طاوله الدراسه احنا صارت ببيتنا خلاص تعتبر طاوله الدراسه الكل يكون قاعد واذا كنا ايامها قبل ايام الثانويه انا وعبد الله وشي هني تلقى مثلا اللي قاعد هني مكاني مكان عبد الله محمد وعلي الله يحفظهم كذي هذه كانت اماكننا الدراسيه بس شوف روح كافيه بس انا اشوف ان الكافيه ممكن برزنتيشن ميتنج أه. في شيء تبي تفهمونه بعض أه. شيء أه. صح ساره تقول تلخيص, من المشتهدات تلخيص هي من المجتهدات قالت تتخرج وهذا تلخيص شيء يكون في جروب مم. ما يكاد بس انا اشوف ان انا اركز اصلا اللي نعرف تدري شنو؟ انه اللي جاي يدرس بالكافيه يعصب اذا انت طلعت صوت نعم صح ايه نعم انا جاي بشرب قهوه بسولف نعم انت جاي مكان غلط هذا مو مكان مخصص للدراسه اوكي مم. فيها اجواء هاديه وكافيه بس انت ما تمنعني ان انا يعني ما تقدر يعني تعصب على اي بني ادم موجود قاعد يعني يشرب كافيه ويستمتع يعني في ناس تستمتع بالكافيه وهي تسولف بالكافيه بالضبط مم. لان الكافيه انترتينمنت يعني شيء شيء نكسر فيه في الروتين بس في شيء انا ساعات يضحكني لما اشوف بالمسلسلات يعني الحين الطالب قاعد يدرس ولا الطالبه تي يعني امه تعطي عصير برتقال تعطي شاي مم. تعطي تجبن جبن يعني ما صار معنا يعني, يعني, مسويت له جو سويت له جو <applause> يعني واحس انه ما شفته انا على على ارض الواقع والله ابوي كان يعطيني بس ما كان يعطيني هالاشياء <applause> اشياء اخرى اي والله كانت اشياء حلوه يعني الله يسلم الله يحفظه ان شاء الله ابو عبد الله اذا قاعد تتابعنا انا ادري تعطينا الدافع والقوه يعطينا <applause> <applause> دافع بالدراسه بالبداية شي شيء خصوصا قاعد هذه قاعده العصر اي اذا قاعد بس نسمع صوت الباب واه ما ندري تشود احد كرم داش حمام بس هو صوت الباب مع الوالد معروف اذا هذا قصبا عليك قاعد تدرس اي أيوه، ويصير في انتشار لو مخلص دراسه جاب الكتاب احسن لك شي حط الكتاب <applause> حط بس كشكل الكتاب. حتى. شكل حتى شكليات عموما هذا هو الهاشتاج للحلقه دراسه الكافيه هل انتم تايدون ان انتم تدرسون في الكافيهات المنتشره ولا تفضلونكم تدرسون انا عندي هم من الاماكن الحلوه للدراسه المكتبه العامه كل منطقه سكنيه في الكويت تقريبا فيها مكتبه عامه انا كنت ساعات اروح المكتبه العامه خصوصا مثلا اذا كان عندي بحث كبير انا ممكن إن اقدمه او مثل برزنتيشن بس انا من وجهه نظري انا او ك طقوس الخاصه الكافيه لا لان الكافيه يعني مكان وناسه وسوالف وضحك وفرفشه مثل ما انت قلت ان انا ما اقدر يعني الزم الاشخاص الاخرين انه هو يلتزم الصمت ولا يسكت ولا ما يسولف مع صديقه او وات ايفر مسوي زحمه بعد ترى وهم مسوي يعني زحمة. ماخذ الاماكن تلقى انت جاي تشرب القهوه وهو يمكن طالب بس ماي <applause> وقهوه صار لها ساعه ونص بردت وفوق هذا بس هو قاعد يدرس واوراق ولو يوم اخذ طالع اربع كاسات تقول له سمعت مثلا غير مكانك ما يغير مكانك انت زين قاعد بروحك بس مقعد اوراق وياك ما يصير صح نذكر الناس شلون ممكن يتواصلون معنا من خلال الارقام اللي تبرج داكو باسفل الشاشه ايضا لتويتر @رايكم اس وعندنا الأكاونتنا على الانستغرام @الراي تي في و صفر رقم التليفون اتصلوا علينا عشان نقول لكم وتقولوا لنا شنو سالفه دراسه الكافيه اسمع أسهل الاتصالات الأسوأ الشاشه الموجوده واربح معانا <applause> جمله مفيده احنا نعطيهم جمل مفيده <applause> نعطيهم التواصل تبينس انا والله يبت زنجبيل ما ادري وين راح بس آآ آآ شاي شاي تدري احنا بلشنا دايت والحين شو اسمه ما الكافيه مالكم اللي هني ترى يصلح للدراسه شنو هني؟ تدري انا كنت ادرس اول بالراي؟ اي بس لانه راي بهدوء هدوء يصير فيها هدوء احنا يعني ملتزمين في العمل, يعني في, العمل المكاتب كل واحد لاهي بشغله فشويه تكون في طقوس شوف مكتبه جابر اللي موجوده في جامعه الكويت ممكن يمكن في ناس ما يدرون شاي اخضر؟ اي شاي اخضر والله اطقم معك لبسك <applause> جامعه الكويت الشيء الحلو مكتبه جابر ترى ممكن الناس تجي لها من برا فلذلك انت تقدر تستخدم فيها الكمبيوتر الطباعه فمنها انت عندك جو دراسي ممكن تبي تطلع مثل معلومات معينه وفي مثل سكشنات خاصه مسكره تقدر انت والجروب تدرس فيه فانت عندك كل الامكانيات الخاصه المتوفره في طقوس دراسيه هاديه انه ممكن تركز بس في ناس ترى ما يعرفون يدرسون او انه يحسون لانه يحسون انه هو لونلي صح وحيد وحيد مستر لونلي تعرف اغنية مستر لونلي؟ لونلي زين الشكر هني انت تبي شو هلز. انت شو قاعد تسوي هذا انت ايش قاعد تسوي بالضبط؟ بطلع الشيء هذا وليش بطلته؟ لان مقدار ال لا. لا لان شوف عشان عشان تصدقني يعم. شوف انا مو شوف ما ما يطلع زين لا يصب كله د... طقه واحده اذا انا أت... قاعد استخدمه غلط صح؟ هاك شوف انا بحاول انت سولف على الموضوع هذا انا ما إيه. شفت فعشان كذي احنا قاعدين نتكلم عن ان في وايد اشخاص او في وايد شباب ممكن انه هو يدرس في الكافيه واخر شيء ما يحصل على النتيجه ويقول لك انا نسيت المعلومات الطبيعية اذا انت درست في مكان مزعج وغير مهيئ في هذا سبون؟ لا مو سبون ها آه ما في الا سبون حبيبي اه لا لا في الحين اوكي حليت الموضوع انا اوكي يعني كنت حلو انك انت تكون حياه طبيعيه شوف صح احنا وضعنا جدا دبيعي. طبيعي, هذا ليش حقي انا ما ما احط سكر انت تبي تحط حط, حط. اه اوكي شوف ايش جرب الحين شوفه شغال ايه شغال شافه ش... عليك اشتغل آه ضيوفنا لليوم احنا قلنا عنهم لا تفضل قول احنا خلاص قمنا شيء قمنا ننسى نقول لل... نقول حتى للضيوف ضيوفنا اليوم راح نتكلم مع اعضاء من نادي الجمان اي واللي دائما يقدمون فعاليات وانشطه مميزه للشباب راح نشوف شنو فعالياتهم الجديده ايضا راح يكون معنا مثل ما قلنا سعود الفرحان مدرب تنميه بشريه عشان يعطينا معلومات عن قواعد السعاده الخمسه وهاشتاج حلقتنا اليوم دراسة الكافيه، شاركونا وتواصلوا معنا على الهواء مباشرة لأن الحين عندنا وقت طويل فينا نستقبل م. اتصالاتكم على 00 صفر صفر تسعة ستة خمسة اثنين أربعة تسعة خمسة ثلاثة خمسة ستة صفر حلوه لك اه لا آه <applause> 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 والله مو قصدي والله سبحان الله يبقى. وعادي خليكم من قصدك فاما بنعمه ربك فحدث <applause> ها شنو الله, الله. شفت شش انا اعطيك انا اعطيك خغى. شجعتني ان باكر اجيب اربع ساعات <applause> زين صلح آه. خل اقول انت شو استخدامك بالايفون جيد جدا جيد جدا؟ ايه؟ الله يوفقك ان شاء الله تشوفه امتياز <applause> وتتخرج من الاب ستور إيه؟ أه تعرف هذول الايموجي يسمونهم؟ اي الاشكال او شيء شنو اكثر شيء اكثر صوره تستخدمها؟ شلون يعني اكثر صوره؟ اكثر صوره منهم ابتسامه ابتسامه طول الوقت هذا هذا ان دل انك انت قاعد تمشي اي اي الابتسامه صح. تبين ابتسامة انا, أنا قل... يوم. شو اي احد يدز ابتسامه مشكله احد يقول ليش ما ترد ابتسامه اي دز ابتسامه احد يقول ليش ما سو... ترد ابتسامه كل شيء توزع ما شاء الله تحب الابتسامه إيه انت الله أنا. الابتسامه هي جواز المرور الى القلوب زين حاب اخلي جواز المرور تكون صورتك ها ها شوف انا تفاجات طبعا لان الله. اخباري طيبه البرنامج الخاص بالاموجي سووا ابديت أه. وتحديث جديد انت صورتك نفسها ممكن تصير كاركتر خاص بالاموجي يعني انا ممكن اصورك صح واخليك من الصور هذه وادزها اجامل الناس زين تدري ان انا احس ان انا ما احتاج شنو؟ اصورك؟ لا لا اخليك كذي؟ اي لا احس كذي ما يعني كان في صورتي يعني من غير ما احولها لا هذا انت الحين فهمت ولا ما فهمت؟ فهمت إن تنحط في مكان المربع هذا اي برنامج جديد في ان اللي يستخدمون السيلفي وايد في هم يستخدمون هذا البرنامج على اساس ان مثلا صورتك تكون بدال الوجه المبتسم صح اوكي التطبيق هذا, <applause> هذا. هذا اللي فهمته انا صح فهمي ولا <applause> لا صدموني الشباب فوق ما فهموا شيء والله قاعد افهم انا قلت لهم صورتك تنحط مكان هذه الصور الرمزيه حتى اسمها الرمزيه عموما تطبيق او تطبيق جديد للايفون يحول صورتك السيلفي إلى شخصيات كرتونيه تطبيق يتيح لك التقاط صوره سيلفي ووضع صورتك في صوره كرتونيه مختلفه ومضحكه ومسليه ومشاركه اصدقائك عبر تطبيق الرسائل اي مسج المدمج في هواتف الايفون في ناس تدري ما تدري شنو الاي مسج اي مسج هو اي تلفون في او اي ايفون ممكن يدز مسج فور فري اللي هو عن طريق الاي مسج اللي ممكن ترسله فلذلك الصوره اللي تقدر تصورها نفسك تسويها بشكل كرتوني وتطرشها اللي صلح يقول لهم ما يحتاج أن صوتك فيه التكنولوجيا تتطور يوم عن يوم عشان كذي قاعد نحاول احنا في رايكم شباب ان نقدم لكم شنو مجموعه من المعلومات التكنولوجيه اللي ممكن تفيدكم او تغيب عنكم بس شلون نزل التطبيق عفوا التطبيق هو شلون انت مو منزله لا شلون قاعد تنزل صورة ابتسامه اه يعني هو يكون موجود بس سوا ابديت سوى ابديت وراح ينجح الموضوع اسوا آه. اسم معروف اي تليفون فيه الاي اي موجي اسم هذا التطبيق الخاص في الايفون مستمرين معكم في حلقتنا اليوم والفرق الخاصه راح تكون ضيوف معنا بريك خلكم معنا باك تستديو في غرات برنامج رايكم شباب وإحنا دائما في رايكم شباب نسلط الضوء على الطاقات الشبابيه المميزه خصوصا شبابنا وبناتنا المميزات تكلمنا من ساعه وقلنا عن نادي الجمان بس هو اسمه لا نادي الجمان اللي دائما ما يقدم فعاليات وانشطه مميزه للشباب ونحرص على ان احنا نسلط الضوء على هذا النادي ونتعرف عليه وشنو الانشطه اللي راح يقدمونها في البدايه نرحب بساره المطيري مشرفه في نادي الجمان ونادي مسرح حياك الله معنا. اهلا ساره شلونك؟ خير الله يسلمك. الله يسلمك وايضا معنا مشرفه في نادي الجمان ونادي زينه، عايشه الخوالد حياك الله عايشه. الله يحييك ان حياكم الله انتم طاقات شبابيه في مقتبل العمر ما شاء الله هم قاعد تدرسون هم قاعد تشاركون في مثل هذه النوادي اللي قاعد تقدمون رساله معينه، بدايه مع ساره نبي نتكلم عن نادي الجمان شنو يقدم او شنو تعريف هذا النادي؟ آه نادي الجمان هو نادي للفتيات. من عمر 15 ل 25 سنه يعني الفئه العمريه للبنات الثانويه وبنات الجامعه احنا نادي الجمان انشئنا من سنه 2007 نحرص ان نوفر بيئه جاذبه توعويه مفيده للبنيه الكويتيه من خلالها نقدر نستثمر طاقاتها ومواهبها بحيث انها تفيد نفسها وتفيد ايضا المجتمع ممتاز جميل جدا وما شاء الله يعني واضح حماسكم لهذا النادي كم سنه صار له ساره؟ من 2007 حلو ما شاء الله يعني عمر عمر وانجازات اي اي اي. كثيره، اهم الانشطه اللي تقدمونها عايشه؟ نحن اه في نادي الجمان الحمد لله حاليا احنا عندنا لقاء اسبوعي للبنت او للعضوه أه نقدم من خلالها ورش عمل نقدم من خلالها أه دورات مبادرات حملات لكن الحلو ان البنت نفسها او العضوه نفسها هي اللي تقوم تطبق هو ما يكون يعني عباره عن محاضره او شيء نظري لكن يكون شيء عملي ومع الشيء العملي يكتشفون الشيء النظري مثل شنو الورش نوعيات الورش المقدمه؟ ايه نعم حاليا يعني احنا ان شاء الله راح نقدم بالصيف حق نادي الجمان راح يكون عندنا نشاطنا الصيفي اسم برنامج 99 القصد منها ان هي 99 ساعة فراغ راح تملكها البنت بالصيف. دائما نسمع ان وقت الفراغ هو الوقت اللي احنا مثلا نقضيه بطلعه بسوق بروحه يعني هو الوقت اللي ما ندري شو نسوي فيه. فحاليا يعني حبينا نقدم ان وقت الفراغ هو يكون شيء جاذب، شيء ممكن هي تشتغل وتستفيد منه وتنجز من خلاله، لكن من خلال برنامجنا اللي هو تكون عباره عن 99 ساعة تطوعية. ممتاز إيه نعم. احنا راح نتكلم ايضا ليش سبب اختياركم ل99 ولكن اه نادي الجمان ونادي مسره صح اسمه إيه؟ نادي مسره شنو العلاقه ما بين هذين الناديين هل هم يعتبر من نادي الجمان نفسه ولا نادي مسره مختلف احنا لما بدينا في نادي الجمان وبدينا نعمل مع البنات لقينا ان المجتمع مو بس بحاجه لتغطيه فئه عمريه معينه بل ان المجتمع بحاجه حق ان نغطي جميع الفئات العمريه ففكرنا في نادي الجمان ان احنا ننشئ نوادي اخرى وتكون هذه النوادي تابعه لنادي الجمان فأنشأنا مو نادي بس مسره انشئنا مسره والطيب وزينه والنوير هي حق بنات الروضه والابتدائي والمتوسط، ولكن الابلات والمشرفات عليهم هم بنات او عضوات نادي الجمال. كلهم تحت شجره الجمال، صح؟ كلهم تحت كل وبالنسبه حق الاعضاء الخاصين في هذا النادي ايش على حسب الفئات العمريه، ويكون ايضا في انشطه موجهه لهم، هذه الانشطه ايضا تهدف الى توعيتهم، الى زياده مهاراتهم، الى أن يكون لهم انجاز في حياتهم باشراف عضوات نادي الجمال. ممتاز، حلو، عايشه تعرفنا مم. على الاعمار اللي مم. الخاصة اللي ممكن انه يشتركون من 15 الى 25, 25 سنة، في شروط ثانية غير هذا العمر؟ لا بس من 15 الى 25 سنة وتكون حابة ان هي تطور من نفسها، حابة ان هي تكتشف طاقاتها وانها تخوض تجربة جديدة معنا. يعني و والحين في الوقت الحالي كم تقريبا عدد المنتسبات؟ حاليا احنا عددنا فقط في نادي الجمان 40 بنية هذه بس العاملات غير الحضور اللي يحضر لنا آه قدمنا خلال هذه المسيرة عندنا خمس مسرحيات كلها من تأليف تقديم تمثيل إخراج آه عضوات النادي نفسهم آه لكن بحضور نسائي الحلو بالنادي ان احنا قاعدين نخلي هي إيه اللي تخوض العمل هي إيه اللي تكون بمحك العمل فبالنهايه راح تطلع بتجربه لان هي إيه اصلا جربت العمل يعني نفسها فراح تطلع بخبره مع عمل نظري ممتاز يعني انتم تحاولون تقسمون كل الفئات على حسب مم. الفئات العمريه والاعمال اللي قاعده تقدمونها ساره من خلال هذا النادي شنو اللي حابين توصلونه غير انه هو وقت قضاء واستخراج الطاقات، شو اللي بتوصلوا له من خلال هذا النادي؟ آه كل يعني كل الناس يشترك يعني يختلفون بالاشياء اللي يعني يهتمون فيها او اللي يبون ينمون نفسهم فيها، بس في ثلاث نقاط كلنا نشترك فيها هو اهتمامك بنفسك وفي دينك وفي موطنك ايضا فاحنا حرصنا في نادي الجمان ان تكون انشطتنا يعني تغطي كل هالجوانب فمن الناحيه الدينيه احنا حرصنا ان البنيه يعني ما تفصل دينها عن حياتها وحرصنا ان يكون في برامجنا جزء معين حق القران الكريم فتخرج من عندنا 25 حافظه لكتاب الله, الله. من خلال او من خلال شخصيتك النفسيه او من خلال تطويرك لنفسك حرصنا يكون في دورات اعتماد على الذات دورات تعرف البنيه يكون عندها هدف يكون عندها وضوح ايضا في هدفها وشنو الشيء اللي بتوصل له في المستقبل من خلال يعني المجال المجتمعي او الوطني حرصنا ان البنيه هذه يكون عندها نوع من انواع المسؤولية وتكون دائما عندها أهم أني أنا بفيد وطني بفيد مجتمعي بساعدهم أبي أكون مسؤولة أيضا فهذه الأشياء اللي احنا نحرص دائما البنية تكون فيها نبي شخصية متكاملة متزنة الكل يفتخر فيها ويفتخر في وجودها نعم الله يكثر من أمثالكم لأن بصراحة أنتن مثال مشرف لبنات الكويت على هالخطط اللي انتم قاعد تسوونها لان في ناس وايد او في اتهام دائما حق شباب بنات الكويت التكاليم، كسالى ما عندهم هدف ما ادري شنو هذا اللي الناس تشوفه من برا ولكن من الجوهر والمضمون في نماذج كذي الله يحفظكم نفسكم ساره وعايشه في ان انتم قاعد تقدمون مثل هذه الفعاليات لبنات الكويت وهذا ان شاء في ميزان اعمالكم شعر. في النهايه اولا واخيرا ليش اسم نادي الجمان آه، نادي الجمان يعني حبات اللؤلؤ الصغيره م. فيعني ان كل عضوه من عضواتنا هي عباره عن حبه لؤلؤ راح تبهر العالم بطاقاتها وبإنجازاتها آه، لكن اخر شيء يعني ودينا مثلا نقول انه وين راح تكون اماكن النادي عندنا م. نادي زينه راح يكون بمنطقه العدان نادي مسره ونادي النوير بغرب مشرف ونادي الجمان راح يكون ان شاء الله بغرب مشرف شو ممكن يتواصلوا معاكم إيه نعم المنطقة. الرقم خمسة واحد أربعة ستة خمسة ستة سبعة صفر عيدة مرة ثانية خمسة واحد أربعة ستة خمسة ستة سبعة صفر هذا التواصل أنا واحد ممكن يسأل لهم. ويستفسر ما عندكم السوشيال ميديا أكاونت من إيه نعم الأكاونتات كلهم موجودة نادي زينة اللي هو زينة أت زينة كلب آه، نادي الجمان, الجمان آه، نادي الجمان آه، نادي المسرة المسرة كلب ونادي النوير النوير ممكن يكتبون هم بس يطلع لهم هذه النوادي المختلفة اللي قاعدة تساهم م. وتساعد كل الفتيات أن يقضون هذه الأوقات بطريقة صحيحة دينية وطنية بأعمال هادفة يعني بالنهاية الوقت هذا اللي قاعد يروح يروح بمصب مصلحتهم ولكن انا ودي اعرف هل هناك خطط قادمه غير ال 99 ساعه اللي ذكروها هل في اعمال قادمه راح تسوونها ساره خاصه في النادي؟ احنا احنا بهالصيف احنا حريصين انه يكون عندنا برامج لأنها راح تشغل وقت فراغهم خصوصا ان احنا عندنا يعني عطله صيفيه بعدين رمضان فالناس ما راح تسافر دايركت فحق مسره وزينه عندنا برنامج قصه صيف ايضا قصه صيف عباره عن مغامرات تقودها لبنية في فتره المتوسط لان احنا نؤمن ان اللبنية اذا سمعت يعني معلومه او شيء مهم مو بالجيل الجديد ما راح يستوعبها بشكل كبير الا اذا انت حطيتها ضمن التجربه فمن خلال قصة صيف راح يغضون التجربة وراح يقدرون يفيدون نفسهم ويفيدون حتى يعني المجتمع بالأشياء اللي راح يكتسبونها من خلال عملهم وعندنا ايضا مغامره طيوبه ونويره اللي ايضا راح يكون حق الابتدائي غير برنامجنا اللي هو 99 ساعه حق نادي الجمان حلو ما شاء الله اسماء حلوه ومصطلحات حلوه قصه صيف ومستخدمين اسماء كذي محببه يعني وتجذب عشان تشوق البنات صحيح فعلا ما تواجهوا مشاكل صعوبات في عملكم في شغلكم؟ والله هو كل عمل له صعوباته لكن الإنسان إذا حب العمل اللي هو قاعد يقدمه راح يشوف إنه كل صعوبة راح تعطيه شيء جديد وراح تضيف لإضافة جديدة فما راح يشوفها كشيء صعب إلا يعني لأن أصلاً يعني هذا الحب أو هذه المحبة اللي إحنا كأن نشوف فيها هذا العمل قاعد تسهل لنا هذه الصعوبات الحمد لله نعم الله يوفقكم شيء صالح؟ لا لا حبيبي والله الحمد عليك لا. الله يوفقكم ان شاء الله في مجالكم ونشوفكم تحققون على المراتب والحلو نشوف لما نشوف هذه النوادي قاعد تساهم في تطوير يعني العمل الخاص في البنات بشكل ديني ووطني واجتماعي وتثقيفي من خلال هذه الاعمال اللي قاعد تقدمونها الله يوفقكم ان شاء الله كل الشكر لك ساره المطيري مشرفه في نادي الجمان ونادي مسره وايضا الاخت عائشه القوارد مشرفه في نادي الجمان ونادي زينه يعطيكم العافيه. الله يعافيك شكرا. شكرا جزيلا وصلنا معاكم للختام وان شاء الله دائما ما نسمع كذي اخبار طيبة وحلوة عن نادي الجمان حبات اللؤلؤ تحياتنا أكيد لكل المنتزي المنتسبات والعضوات طريق السعادة وشنو هي عوامل السعادة راح نتعرف عليها بعد شوي ردينا بعد الفاصلة تواصلين معكم في اجواء تنمويه بشريه دائما نشوفها في كل اسبوع مع الزميل في التنميه البشريه سعود الفرحان وراح نتكلم عن قواعد السعاده في الحياه وتي دي جيكس من خلال حلقة اليوم راح فيك سعود الفرحان احياك الله الله يحييكم الله يشرفك الله يسلمك نعود مع سعود كل اسبوع حضرتك موجود كل <applause> ان في رايكم شباب وتشرفنا في لقائك لليوم الكل يبحث عن السعاده والكل يعني يتكلم عن السعاده وشلون نحصل عن السعاده اليوم حضرتك راح تقول لنا قواعد الخمسه للسعاده صحيح صحيح اول قاعده اللي هي امتلك سعادتك وكن انت المسؤول عنها شنو هناك قواعد كثيره للسعاده وما في قاعد ما في خمس خطوات وحيده او سبع خطوات وحيده في خطوات م. كثيره السبب انا حبيت القواعد الخمسه هذه هذه للامانه ابي ارجعها لصاحبها هو الواعظ تي تكلم عنها اللي عجبني فيها بساطتها انه اي واحد يقدر يطبقها في حياته القاعده الاولى اللي هي انت ابحث عن سعادتك بمعنى ان الكثير منا يضع سعادته خارجه، يضع سعادته في مثلا وظيفته، في عياله، في زوجته، في فتكون عوامل اللي تسبب له السعاده خارج نطاق هو من داخل، معناته مو متحكم فيها، معناته مو بايده. اذا انا وضعت سعادتي في مثلا في 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 حصولي على شغله معينه او على وظيفه معينه او على انجاز معين فقط، هذا معناته انا معلق سعادتي بشيء خارج سعود. نعم وهذا مو صحي. يعني حضرتك قصدك في ان انا ما يصير اربط السعاده باشخاص او بعمل. هذا خطر للامانه هذا خطر. لان اذا فقد لا سمح الله باي شكل من الاشكال معناته انت شنو فقدت بتكون؟ السعادة؟ انت منو بتكون؟ صح؟ وهذه وهذه نشوفها تقريبا بشكل يومي، وللاسف قد يكون مفهومها خاطئ في مجتمعنا أن يقول والله انا سعادتي في تربيه عيالي فقط، انا اوجه حياتي كلها بكل طاقاتها في عيالي فقط هذا ممكن ممكن يكون سبب رئيسي ان العيال يطلعون ما يعتمدون على نفسهم أم. او ان اللي يعطي يوجه طاقاته حق ال... يعني يشوف ساعات في عياله توقع توقع معين ويطلع متوقع اللي هو يبيه لانه مو بايده بالنهايه صحيح فيكون من شانك أيوه هذا امر خطر لانه يحدد حصولنا على السعاده على توقعات احنا نتوقعها لكن مو بالضروره نحصل عليها صحيح. ممتاز انا ودي اوضح نقطه ان من الناس يتكلمون عن التنميه البشريه وكن سعيد كن سعيد كن سعيد في الطاقه الايجابيه وغيرها ولكن هو لو فعلا تثقف في المعلومات او القواعد اللي ممكن تنذكر ويطبقها بالمعنى الاصح راح ينظر لها من جانب اخر او يعني يشوف الاحساس بشكل اخر خلينا نتكلم عن القاعده الثانيه من تيدي دي غير قصتك عن نفسك بالضبط وعش القصه التي اللي كي. انت تبيها م. او اللي انت تشوفها خلينا نفهم شيء ماكو موقف واحد له وجهه واحده، ما في موقف واحد له منظور واحد فقط، صح؟ مم. مثلا كان تذكر في الحل... الحلقات اللي طافت انا قلت ممكن واحد لما مطر يقول الله رزقه حلو وساعد قبول الدعاء وتنظيف الجو، واحد ثاني ممكن يشوفها لا الان راح يصير في حوادث وراح تتسكر بالي وراح تنهب المطر واحد، لكن احنا شلون قاعد نشوفه؟ وايد ناس يشوفون قصتهم من منظور واحد، بمعنى اذا حصل له شيء واحد مثلا نقول مو على تقييمه نكون مو زين، هو راح فعلا راح يصير موزين. لانه هو قاعد يشوف من منظور من منظوره هو فقط، لكن حتى من منظوره هو هذا منظور واحد، بينما هناك يعني وايد زوايا اخرى من موقفه او الوضع اللي صار له هو يمكن هو ما شافه. من قاعد يعني اقول عيش القصه اللي انت تشوفها ولا تعيشها فقط من منظورك لان منظورك هو مو الواقع، هو انت كيف ترى الواقع، لكنه مو الواقع بحد ذاته، مثل ما اعطينا مثال مساعد المطر المطر مطر، لكن ممكن يكون كذي ممكن يكون شذاك على حسب هو. مثلا في وايد اشخاص ممكن انت بعد ما مرت عليكم انه يكون يمر عليكم شيء مو زين الان بس عقب سنه سنتين تكتشف انه ممكن يكون هذا احسن شيء صار في حياتك ونقطه نقطه تحول كبيره. صحيح فهل هو كان زين ولا مو زين؟ انت اللي اخترته. صح. من شان قاعد يقول الحين بعد التي دي جيكس كان قاعد يقول يقول اختار القصه اللي انت تبيها الموقف واحد صار لك الان ولكن بالتاكيد هناك وجهه يعني هناك جانب اخر منه. آه مارثا واشنطن زوجة جورج واشنطن قالت لكل موقف وجهان مهما كانت الشريحه ضعيفه بالنهايه له وجهين على الاقل. فالمنظور اللي احنا نشوفه او اللي انت عشته اوكي هذا واحد احد اصدقائي انا اعرفه من تقريبا من سنه اضطر انه يترك وظيفته وانفصل طلع من وظيفته. قال اقدم استقالتك اليوم اوكي خلاص احفروا احفروا له عن خدماته بالضبط. أه وما كانت تجربه حلوه حزتها بالنسبه حقه هو. أه تدري الكبرياء وشلون وما لون شلون بصرف على شيء، وعندي اقساطي كذا. هذا الموضوع صار يمكن سنة و... سنة ونص، اوكي؟ اليوم هو قاعد يقول لي هذا أحلى شيء صار في حياتي، اكتشف أمور في شخصيتها ما كان هو يدري عنها، اتضح لنا أن الساعات اللي أنا أقضيها بالعمل ممكن أنا قاعد أقضيها بشيء حقي أنا، فصنع نفسه أكثر. صحيح. اللي واللي و... و... ضحك في الموضوع أنه إن... أوكي أنا ما أقدر أقول ماركات هنا صح؟ <تصفيق> <تصفيق> ما يصير اوكي اذا بتعطينا نسبه منهم لا ما حقق احلام معينه كانت عنده ما كان يقدر يحققها الا هو كان تحت اطار الوظيفه فتحرر خلينا نقول على, على اكثر من جانب في حياته فال فتو من قبل كم كنا قاعد نتكلم قاعد يقول لي سعود احلى شيء صار فيني تخليه على الوظيفه هذه نعم. لكن في حزتها هو كان شيء سيء يعني سيئة. هو فتح مشروع خاص فيه بضارة في... النافع تكون حقه فتح فتح اكثر من مجال عمل خاص فيه نعم. صار عنده وقت اكثر صار عنده ايراد اقوى وصار عنده هو الحياه الاجتماعيه عنده شيء وايد مهم عندها قيمه م. عاليه عنده صار عنده وقت اكثر ان يمارس حياته الاجتماعيه في اوقات كثيره وما قام يحاتي لازم يقعد بالليل لازم يقعد بالليل الساعة الفلانيه او يقعد الصبح الساعه الفلانيه لان وراي الشخص الفلاني لازم حق الفلاني هذا كله صار شيء هو يحبه فما قام يشتغل قام يسوي شيء هو يحبه ويطلع منه فلوس وهذا احلى معادله حلو يعني حول كل شيء سلبي في حياته الى ايجابي بمعنى بالضبط كلامك سعود عميق ولكن يبي له لحظه يعني تفكر او تفكير من قبل الاشخاص في انه هو يحول كل شيء سلبي في حياته الى شيء ايجابي لازم نعرف شنو السلبي شنو الايجابي انت م. تختاره انا يعني قاعد اقول اختار الشيء اللي انت تبيه الله أعطانا داخلنا بوصله جدا جدا بسيطه اذا انت قاعد تحس بشيء مو زين احساس سلبي مهما كان احساس سلبي كابه او جرح بالكبرياء او او سهر ومحاتات وكذا هذا معناته انت بالدرب الغلط صحيح. وكأن هناك شيء داخلك قاعد يوجهك يقول انت بالدرب غلط غير تفكيرك شفت لك الاحمر لما نشب صحيح. انت قاعد تفكر غلط غير تفكيرك لما انت تكون مرتاح وقاعد تضحك وقاعد تسوي قاعد يبكي فرح زياده هذا معناته البوصله مالتك في الشمال الصح كمل منه صحيح، القاعدة الثالثة اللي راح تشرحها لنا إن شاء الله استمتع بالرحلة في حياتك ولا تنتظر الاستمتاع بالنتيجة. بالضبط. لأن كم واحد تعرفونه يقول أنا راح أصير سعيد لما أحصل مم. الوظيفة الفلانية، أحصل السيارة الفلانية، أحصل المبلغ الفلاني، لما يجي لي ولد أو لما يتزوج أو لما أطلق أو 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 هاكر بنتيجة معينة. أنا قاعد أقول استمتع بالوظيفة، على قولتهم عفوا آه استمتع بالرحلة. يعني عيش اللحظة. است... عيش اللحظة، حتى مم. لو أنت بوظيفة ما تحبها. مم. عيش اللحظة أنك أنت قاعد تروح مكان ثاني أنت راح تتوجه حق مكان ثاني عيش المغامرة مالت كل يوم مو تعيش بانتظار نتيجة لأن طالما أنت قاعد تنتظرها بالنسبة حق وعي مالك أنا ما راح أخليك سعيد إلا لما مم. حتى متحصلها. تحصلها لا في شيء ثاني لازم المفروض تحصله إذا شريت السيارة الفلانية أكو سيارة ثانية أغلى منها في ناس عندهم سيارة أحسن منها لا راح أخليك سعيد لما تحصل ذيك السيارة قاعد يصير في البرمجه باللاوعي ان انت لما تحصل لما تحصل معناته ما راح تشعر فيها، استمتع بالرحله، الرحله حلوه، بول مكينة دكتور بول مكينة الانجليزي قال احيانا في مرحله جامعيه تكون مرحله مرورك بالمرحله الجامعيه نفسها انك انت تتعرف على اشخاص مخ من مختلف التخصصات وقاعد تعرف على نطاق تعليم جديد مختلف عن الثانويه تماما <applause> يقول تجربه الاربع او خمس سنوات هذه بالجامعه تكون اهم من الشهاده نفسها لان هي قاعد تصنع منك شخص انت الرحله قاعد تصنع منك شخص يسوى الهدف اللي أنت بتحصله وهذا أهم وهذا فيها مغامرات حلوة وايدة من شي في ناس قاعد يقول احتفل احتفل بالانتصارات الصغيره مثلا اذا واحد تغلب على شغله معينه على مرض معين او على او نجح في بطوله معينه او حصل مكافاه معينه او علامه معينه بينت لك ترى انت من هدف مالك عرفت احتفل كافئ نفسك بالضبط لا لكن يقول لا انا ما اسهل هالشغله الحين راح اساهل لما احصلها صحيح. وهذا وهذا المصيده يطيحون فيها اغلب الناس او يقول لو لو كان عندي كان سويت او لو لو كان هي. او لما يعني ينظرونها لامور اخرى هو يشوف نفسه ما يستاهل أن يكون سعيد هذه معناتها هو قاعد يشوف نفسه انه انا ما استاهل او استخد لا يحط بقدراته بمعنى اخر اذا يعني. اذا كيب. هو ما يشوف نفسه انه يستاهل. هو يستاهل معناته هو يعني سوري على يعني هو ما يحترم نفسه؟ لا عنده صوره ذهنيه عن نفسه اه نقدر نقول انها مشوهه. فقاعد يقول آه انا راح تتعدل الصوره الذهنيه هذه عند حصوله على الهدف هذا. وليش تكونت اصلا هذه الصوره الذهنيه؟ في اسباب كثيره ممكن يكون لها علاقه بتربيته او في نموه مم. او الامور اللي فيها. ممتاز انا عشان كذي انت قلت مرات انت تدش في مثلا مجال معين يعني تتكون لك شخصيه وتطلع عشان كذي اقول لكم لما تدشون جامعه كون شخصيه ولا تاخذ شهاده. لا <تصف> تسمعون كلامه لا تسمعون <applause> لا, 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 لا لا الله يوفقكم ان شاء الله جميعا وتحققون كل اللي تتمنونه ننتقل القاعدة الرابعه من تيدي جاكس تقول اهتم بعلاقاتك كلها واهمها علاقتك مع ربك علاقتك مع نفسك وعلاقتك مع الاخرين فهذه القاعدة الرابعة شنو هذا شيء وايد حلو تخيل إذا أنت بشركة أو في م. إدارة أو في وزارة أو أي مكان قاعد تشتغل فيه وعلاقتك مع رب العمل مدير العام أو الوكيل الوزارة أو مهما كان الرئيس اللي فوقك اللي هو مسؤول عن تقييمك علاقتك م. معه وايد زينة شو تحس فيه؟ ما تحس بالأمان؟ اريح تتكلم. اريح صح؟ مم. تخيل اذا انت طبعا نوع العلاقه هذه تعتمد على الطرفين، لازم هو يحبك وانت تحبه، صح؟ مم. لازم يصير في مقابل من الطرفين. مم. لكن الحلو في الموضوع اذا علاقتك مع ربك ترى تعتمد عليك انت بس. مم. هذا وايد اسهل. اذا انت علاقتك مع ربك زينه ووثيقه، شنو المطلوب منك؟ تتذكره وانك تسوي الامور المطلوب منك انت تسوي امور بسيطه. بيسكلي هي قاعد تقول لك خليك خوش واحد. مم. اذا انت كانت علاقتك مع ربك قويه، انت راح تكون مرتاح. لأن يعني مو أنت قاعد تقود حياتك، أنت قاعد تقود حياتك من خلال الله، وهذا شيء وايد مريح، غير لما تكون بروحك. يعني الدكتور روبرت هولدن مرة قال شغلة، أتذكر في بريطانيا هم بعد قال أن أنت تقدر تصنع حياتك بروحك، بس لما تصنع حياتك ومعك الله تكون وايد أسهل. عرفت شلون؟ تكون بروحك وحيد فيها. علاقتك مع الله امر امر بايدك انت وامر روحاني عميق ووايد حلو، مو انت مو محتاج انك انت تضبط علاقه مع انسان اخر، هي المعتمد عليك انت فقط انك انت تسوي المطلوب منك وتحس فيه انه معك وهذا امر وايد جميل احنا نعيشه كل يوم. الشغله الثانيه علاقتك مع علاقتك مع الاخر علاقتك مع نفسك، علاقتك مع نفسك معناته انك تحتفل مع نفسك، انك تكون مرتاح مع نفسك، وايد ناس إن لما نشوفهم حياتهم شنو دراما دراما دراما، حياتهم 24 ساعه دراما، فلما هم علاقتهم مع نفسهم مبنيه على هذا الاساس لما انت تتعرف عليهم ترتب تنسحب. <applause> بتدخل داخل العلاقه هذه ومثل راح يكون مثل على قولتهم بوابه الجحيم انفتحت عليك الدراما ما كلها قاعده تصب عليك انت لكن اذا علاقتك انت مع نفسك سليمه ومرتاح فيها اللي راح يجي لك يكون نفس ذبذبتك دب انت نفس تفكيرك انت نفس راحتك مع نفسك انت فمن هو عليك كلكم داشين على قولتهم يعني آآ آآ حفله لشخصين فهمت شلون او عشاء حلو لشخصين وايد راح يكون مرتاح منه وايد ناس راح يبون يتعرفون عليك انت لما يكون نفس الشاكله هذه النقطه الثالثه علاقتك مع الاخرين، مع عيالك، مع زوجتك، مع اخوانك، مع اخواتك، ومع الـ 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 الاطراف اللي تمثل خلينا نقول السبورت سيستم مال حياتك كلها، اذا انت في مشكله افضل شيء انك انت تفتح باب قلبك انك انت ترفه عن نفسك مع الاطراف الاخرى، غير لما انت تقعد بروحك. فيكون <صحن> هذا مثل جهاز المناعي مالك، صحيح يكون الجهاز جهاز مناعي قوي، يهاجم الامراض، يدافع عنك، نفس الشيء هذول اذا انت عندك في وضع صعب هذول اهم الاشخاص اللي انت المفروض انك تحافظ علاقتك معاهم ما في انسان ناجح عايش بروحه، عايش بكهف بروحه او منعزل. كل الناجحين وهذا نمط الحياه بشكل عام عشان تكون حياتك مثمره لازم يكون فيها طرفين او اكثر. نعم، ناغم نفسك بين العمل والمرح هذه هي القاعده الخامسه والاخيره إيه. للسعاده. فشنو معناها؟ اذا انت تخيل انت بس حياتك كلها عمل او بس حياتك كلها فرح وناسه واشباع لذات لذات الحياه نفسها شلون فيها امر ناقص صح فالصح انك انت تناغم ما بين هذا وهذا اذا انت حياتك مثلا كلها فرح ومرح وفرفشه وناسه آه وايد حلو الناس راح يحبون يطلعون معك بس رح 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 هم راح يدفعون عشاك هم راح يدفعون غداك هم راح يدفعون الجروسري مالك كله انك انت ما عندك دخل و صح. والعكس صحيح اذا انت حياتك كلها بالعمل آه ما حد راح يطلع وياك اول شيء الوقت ما راح يسمح لك ثاني شيء انت راح تكون انسان تسمح لي بالتعبير مليق <applause> عرفت؟ ولا راح تستمتع اصلا باللي انت تعبت والمجهود اللي سويته. الأغلب الناس اللي اللي على قولتهم يروحون بالاكستريم هذه او الاكستريم بالجهه اليمين او التطرف بالعمل خلينا نقول التطرف بالحياه هذا إنسان مو عارف شلون يناغم حياته هو مو توازن حياتك توازن تعطي هذا هذا 50 50 لكن <applause> تناغم حياتك وهذه الكلمه هي بالتناغم بالهارموني يعني بالانس او توازن بالانس انك انت تستثمر في العمل لان مثل دائره تستثمر في حياتك العمليه مهما كانت عملك وعملك الخاص او الاثنين مع بعض بعض انهم يكملون حياتك الشخصيه وحياتك الشخصيه تكمل العمل مالك انت مم. اذا انت كنت مرتاح في حياتك الشخصيه راح تبدأ بالعمل صحيح. واذا كنت مرتاح انت بالعمل لما تدش حياتك الشخصيه راح تدخلها وانت مستانس ومرتاح غير من يكون في خطا هنا او في خطا هنا ما راح يصير في تناغم اذا انت مو مرتاح في حياتك الشخصيه راح تعطي بالعمل وايد لانك تبي تسوي ايفيدنج او انك تبي تنحاش من حياتك الشخصيه انك يعني انت مو مرتاح فيها والعكس صحيح لما تروح العمل ومو مجتهد تداوم راح تتاخر وغيابات وما تقدر تنجز شيء وانذارات وما كذا 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 آه ما ابي اداوم وتشوف لي وظيفه ثانيه وروح قدم على الديوان اشوف مكان ثاني ولما تروح حق المكان الثاني عندك اكسبكتيشن معين اذا ما توافق لك راح تندمر زياده ليش هذا كله؟ صحيح. اذا انت حبيت نفسك واعطيت العمل حقه واعطيت حياتك الشخصيه حقه راح تشوف الواقع مالك راح يتغير حرفيا صح ممتاز يعني, يعني صراحه احنا استفدنا وايد انا انا بقول لك شغله هذه القواعد مم. كلها هل ان انا لو طبقتها راح تختلف معي الامور ولا هي قواعد لازم انا مجرد ان انا يعني اقتدي فيها؟ لا طبقها اذا تقتدي فيها كأنك انت اشتريت كتاب وعنوانه وايد حلو وحطيته بالمكتبه. شكله وايد حلو بس الكتاب عشان تستفيد منه لازم تقراه وتبطله. تنفع كل القواعد هذه؟ يعني هل هذي تتناسب مع الجميع عشان الناس لما تسمعها وحبت ال 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 الكلام اللي صار فيها هل يتناسب مع جميع الاحوال الخاصه؟ هذا ال هذه القواعد بسيطه واثرها كبير اللي يسمونها سمبل بات <applause> هذا المصطلح مالها الدارج يعني خلينا نقول انها سمبل ان اي واحد يقدر يطبقها اذا انت طبيب اسنان او اذا انت محامي او اذا انت موظف حكومه او اذا انت سوري اذا انت مثلا اذا انت ام قاعده في البيت مو موظفه او اذا انت انسان متقاعد هذه مثل ما تقول عواميد اساسيه مو معتمده على نمط حياتك ولا هي معتمده على انت شنو تشتغل او شنو على خلفيتك انت شنو هي تكون هاي قواعد اي انسان يقدر يطبقها ومثل ما انت شفته يعني <applause> اعتقد انها بسيطه حيل لان هي هي تتكلم على اساس عام مو على امور تقنيه داخل تعتمد على متغيرات معينه، هذه ما لها اي متغيرات. مم. لانها هي مثل ما تقول هي مجموعه قيم، هي مو قواعد كثر ما هي قيم. اذا انت اذا انت طبقتها على حياتك بالطريقه اللي تناسبك انت راح تكون حياتك راح تلاقي اختلاف جبار فيها. نعم. راح تلاقي اختلاف على كثر ما هي بسيطه على كثر ما تكون حياتك مثل ما تقول فعاله اكثر ومرحه اكثر وخفيفه على القلب، ما تكون ما تكون حياه ثقيله فيها معاناه. صح. صحيح وكلامك خفيف على القلب استاذ سعود الفرحان مدرب التنميه البشريه استمتعنا جدا بوجودك اليوم انا استفدت فعلا <applause> فينا <فإن تصفيق> نحول لو لا والله صدق فعلا لان تعرفت انا على قواعد جديده ما ما كنت اعرفها بالضبط بهذه الطريقه وفي ان شلون الانسان مو شرط انه هو يربط سعادته باشياء ممكن نفقدها في اي لحظه طبعا السعاده تكون مني انا او بنفسي مثل ما حضرتك تفضلت وقلت شكرا جزيلا سعود انتم بشكرنا احنا الله يعطيك العافيه أحمد. سعود الفرحان آه يعني امانه احنا في التنميه البشريه قاعدين نستفيد بشكل كبير وهذه القواعد لو نتبعها شوي ونركز فيها فعلا راح تغير مجرى حياتنا مكملين حلقتنا اليوم ومدرب رياده الاعمال استاذ فهد الباقر في فقره مشروعي بعد بريك لكم معنا. والكم احلى باك احلى ورود على الشباك صار لي ثمان سنوات وانا اقول هالجمله. والله ما تدري اي شباك واي ورد؟ لا الورد المشاهدين والشباك الراج دعوه؟ ايش دعوه يبا؟ انا بس ابيك توضح النقطه ايش دعوه يبا؟ ابتسامه الله يسلمك الله يخليك احنا بنخليها كذي ها؟ انتم شوفوا انتم لاحظوا احنا شلون نتلون؟ لما يكون معنا ضيف ماكو قاعدين شادد الظاهر ديسك بس يروح الضيف تحول عاد والله سعود راعي مكان والله حبيبي حبيبي انا مو قصدي بس على سعود 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 حلت أي حلت أي انا حاولت انا بالنسبه لي سعود اول مره اشوفه فيس تو فيس يعني تشيك على فيس تو فيس <applause> <applause> فهد الباقر اللي دائما معنا في رايكم شباب <تصفيق> <تصفيق> في رياده الاعمال هو معروف يعني ما شاء الله يعطينا معلومات كثيره خلينا نشوف شنو عنده من جديد نرحب فيكم فقرتنا الأسبوعية اللي نتكلم من خلالها عن المشروعات التجارية الكثير منا يقول أنه عنده أهداف في حياته سواء لمشروعات التجارية أو لحياته المهنية ولكن كيف نحقق الأهداف وهو موضوعنا اليوم توجد سبع خطوات للنجاح في تحقيق الأهداف أول خطوة أو نقطة تقول حدد هدفك وكن دقيقا في تحديده على سبيل المثال إذا كنت تقول ودي أكسب المزيد من المال في مشروعي التجاري لا تخلي هذه الجملة عامة، حددها. شنو مقدار المال اللي أنت تسعى إلى تحقيقه؟ لازم يكون واضح بالأرقام. الخطوة الثانية قم بكتابة الهدف. الهدف لما يكون مو مكتوب راح يكون غامض وغير واقعي وما له تأثير أو قوة علينا احنا وعلى أذهاننا لتطبيقه. أما الهدف المكتوب فراح يكون هدف واقعي في حياتنا ممكن ان احنا نقراه وممكن ان احنا نشوفه بعيننا، لذلك راح يكون له تأثير اقوى على تحقيقه. الخطوه الثالثه حدد موعد نهائي لتحقيق الهدف. الموعد النهائي يعمل بمثابة نظام الحث لعقلك ويساعدك على تحفيز نشاطك اليومي لتحقيق هذا الهدف. زائد بعض الاشخاص اذا وضعوا موعد نهائي لتحقيق الهدف يضعهم هذا الامر تحت ضغط لتحقيق هذا الهدف، وهذا امر حتى في علم النفس أمر صحي ويساعد على الحركة الديناميكية لتحقيق الأهداف. الخطوة الرابعة: دون قائمة بالأشياء اللي تساعدك على تحقيق الهدف وقم بترتيبها بشكل مناسب لك. يقول هنري فورد: أكبر الأهداف يمكن تحقيقها إذا قمنا بتقسيمها إلى خطوات صغيرة. الخطوة الخامسة: قم بترتيب قائمتك وفق الأولويات. وابدأ بالأمور الأكثر أولوية، وابدأ بالخطوات الأكثر سهولة عشان يشجعك على الاستمرار في تحقيق هدفك. الخطوة السادسة: قم باتخاذ إجراء على الفور نحو تحقيق هدفك. ما يصير احنا نأجل أهدافنا ونقول وضعنا خطة لتحقيق الهدف ولكن احنا مشغولين في الفترة الحالية. فور ما تضع هدف لحياتك أيا كان نوعه، سواء لمشروعك أو لوظيفتك أو لحياتك الخاصة، ابدأ على الفور في تحقيقه ولو بخطوات بسيطة جدا، لأن هذا الشيء راح يساعدك ويشجعك على الاستمرار في تحقيق هدفك. الخطوة السابعة والأخيرة تقول: افعل شيئا كل يوم يقربك نحو تحقيق هدفك. هذه النقطة راح تعطيك دافع قوي اتجاه تحقيق هدفك بطريقة نهائية ومثل ما أنت تتمنى. إذا فعلت كل يوم إنجاز وإن كان بسيط جدا، هذا الشيء راح يعطيك دافع داخلي بأنك شخص قادر. وبأنك شخص يمكنك أن تقوم في اليوم الثاني وتكمل مسيرة هذا الهدف وتحققه في نهاية المشوار في الختام أبي أعطيكم نصيحة مهمة جدا اكتشف علماء النفس أن الأشخاص اللي يتحدثون بكثرة عن أهدافهم مع أصدقائهم مع المجتمع هم أكثر عرضة لعدم تحقيق هذه الأهداف أما الأشخاص اللي ما يتحدثون بكثرة عن أهدافهم وتفاصيل أهدافهم هم أكثر مقدرة على تحقيق تلك الأهداف ويقولون في تحليلهم لهذا الامر ان الشخص اللي يتكلم كثير عن هدفه وتفاصيل هدفه يشعر من الداخل وكانه حقق هذا الهدف بمجرد الحديث عنه اتمنى لكم التوفيق وتحقيق كافه اهدافكم ونشوفكم الاسبوع الجاي شكرا لفهد الباقر على هذه المعلومات اللي قالها وان شاء الله كل شيء ما من منه عالم الشباب ورياده الاعمال الى جائزه الامارات لشباب الخليج العربي 2015 لدعم عدد اكبر من رواد الاعمال المجتمعيين ومساعدتهم على تحقيق المزيد من النمو والتطوير المجتمعي، ممكن راح اقول لكم كلام وايد بس ركزوا معي لان هذا يعطي بوش وايد على ان للحين هناك جهات تدعم الشباب، م. تحت رعايه سمو الشيخ عبد الله بن زايد ال نهيان وزير الخارجيه ورئيس مجلس اداره مؤسسه الامارات، م. يسر مؤسسه الامارات ان تعلن عن انطلاق جائزه الامارات لشباب الخليج العربي في دورتها الثانيه لعام 2015 وتعتبر الجائزه منبرا لرواد المشاريع المجتمعيه من الشباب في دول الخليج، ضحكني <applause> والله، انت قلت لي ركز معاي. كنت حق <applause> الناس ما ابيك تركز معاي كنت حق الناس اذا بتركز معاي ما راح اقدر اقول لا، لا لرواد المشاريع المجتمعيه من الشباب في دول الخليج العربي لعرض <applause> افكارهم انت قلت لا تركز يا جماعه ما راح اركز ولا ما اركز؟ كيفك ما راح اللي <applause> لافكارهم الخاصه بالمشاريع المجتمعيه والاستفاده من الخبراء اللي راح يقدموا لهم المساعده في بلوره افكارهم وتطويرها طبعا تستهدف الجائزه يا احمد شرائح الشباب من عمر 18 الى 35 يقدمون افكار جديده وراح يكون في احتضان لهم وتقديم المساعدات الماليه آه هذا كله راح تسوية مؤسسه الامارات لتطوير مشاريعهم الرياديه المجتمعيه المستدامه في الدوله طبعا انا شفت الموضوع هذا امس عن طريق منه؟ عن طريقك انت يا بلقيس بلقيس منه طبعا الفنانة الإماراتية اليمنية الخليجية المعروفة جايبين بلقيس من أجل استقطاب فئة كبيرة أو أن الناس تطالع أمس كانوا مجتمعين كلهم طبعا أنا شفتها في السناب الخاص في بلقيس كان في اجتماع كان في شفت فتاة من الكويت شفت مجموعة من الناس ما شاء الله في شباب اللي عنده يعني براءة اختراع لعدد كثير من الاختراعات اللي مخترع له سبع اختراعات كاملة مفيدة عشر. راح يدعمونها أه الله يهنيكم في الامارات ويهنيكم على هذه الانجازات وعلى الدعم الكبير صحيح. لهؤلاء الشباب دائما الامارات سباقه بهذه الاعمال والانجازات الكثيره اللي تحتضنها في مختلف الدول سواء الخليجيه او الاماراتيه او العربيه في مختلف الانجازات والدول وهذا شيء جميل ان شوي تعطي دافع قوي لكل المخترعين واصحاب الانجازات ان يكونون يعني في مكان واحد او في مكان يحتضن هذه الانجازات او الابداعات الكثيره يصير تسليط عليها بشكل كبير خصوصا هم تركيزهم على السوشيال ميديا بالفتره الاخيره والمنتدى الاعلامي الخليجي والعربي اللي قاعد يقدمونه في مختلف المجالات الجميله نعم انا حبيت امس وجود بلقيس في ناس ساعات وايد يشوفون ان الفن شيء سطحي او ان الفن مجرد انترتينمنت لا ابدا في سالفه و... انترتينمنت معك من اول حلقه أو أدري يعني, يعني ترفيه يعني بقول ترفيه ضبطها ال... لسه عندك والكلمات المدرجه <applause> اكيد في احد ماثر علي ف... فبلقيس انا بالنسبه لي انها هي سوت انجاز وايد كبير من ناحيه آ... آ... يعني ان هي فنانه شابه ومع هذا موجوده الحين في الساحه الخليجيه وتعتبر يعني من الاوائل خليجيا عموما هذه كانت حلقتنا صح؟ م. صح يعني شيل خلاص شوف انا شلت القبعه تبينا اقطع غترة؟ انا هذا الرحمه بس والله زين <applause> يقول زين سويها يلا <applause> يلا قطع لا شيلها وصلنا لختام حلقتنا اليوم وراح اشيلها لو انا كان شلتها لو لو هذا راح رمال اشيلها في ختام الحلقه وصلنا لختام حلقتنا اليوم نشوفكم على نفس الموعد من الخميس للست يا صالح نعم هذه كانت حلقتنا ان شاء تكونوا استمتعتوا واستفدتوا واستانس وكل شيء تو 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 اهم شيء انكم بتكونون فرحانين معنا ومستانسين اللي طافتها الحلقه شوفوا باكر في الاعاده الساعه 9 صباحا تقبلت حياتي تحيات احمد وطاقم العمل كله ومعدنا في البشايره ساره سامي وعزيز وكل الزملاء و... انا مو شايف وزيد وكل ال... وعبد الحميد ومي. وكل الاهل والاصدقاء أوه. مع السلامه